تقديرا لإنجازاتهم في الدور الوطني المدرسي عن بعد، تم توزيع عدد من الجوائز على تلة من التلاميذ الرياضيين. حدث نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط. تبارين مع بعضياتنا وكان داكشي في المستوى. كنشكروا الوزير وكنشكروا الأساتذة اللي وقفوا معنا. جات انا ندخل سبور، جات انا بغيت انا ريكور، باش بغيت انا جات انا كانت تقول لي ماما باش بغينا نقرا، بغينا نزيد هادشي باش انا بغينا انا نقرا باش بغينا ندوز انا امتحان هادشي. انا بطل المغرب 3 مرات وقد مثلت المغرب مرتين من عند بطولة العرب، والان شاركت في بطولة المدارس وأتيت وحصلت على المرتبة الثانية. كنمارس الجيمناستيك في 2019 جبت بطل المغرب، في 2018 جيت وصيف بطل المغرب مع الكبار. الأبطال الصغار بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة شاركوا في منافسات الكاراتيه والتيكواندو والشطرنج وكذا المسابقة الوطنية للإبداعات الحركية. وهذا اللقاء عرف المشاركة ديال حوالي 2600 تلميذ عن بعد، تلميذ وتلميذة اللي تألقوا في النهائيات بعد مجموعة من الإقصائيات 82 تلميذ وتلميذة. وحنا اليوم بهذه المناسبة كنتوجوا هاد الأبطال الرياضيين نيابة على باقي الأبطال الآخرين، واللي غادي تكون كذلك فرصة ديال التتويج ديالهم على بالأكاديميات الجوية للتربية والتكوين. الرياضة المدرسية تهدف إلى غرس المعارف المتعلقة بالصحة والوقاية، كما تساهم في إعداد التلاميذ لممارسة رياضية منتظمة تزرع المبادئ التربوية والأخلاقية في نفوسهم.